يلتقي الأهلي اليوم مع الوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بوقع 10 مرات منها آخر نسختين. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، والذي يستضيف قمة عربية تجمع بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويخوض المارد الأحمر نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 15 في تاريخه، وهو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بواقع 10 مرات منها آخر نسختين، بينما خسر الأهلي النهائي 4 مرات. ويتسلح الأهلي بعامل خبرة التعامل مع اللقاءات النهائية، حيث لم يخسر الفريق الأحمر أي مباراة تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني سوى أمام طلائع الجيش في السوبر المصري، وهو الأمر الذي يعول عليه الفريق الأحمر من أجل العودة من الدار البيضاء بالتتويج القاري. إن شاء الله تعالى أن الأهلي يحقق البطولة الثالثة كأهلاوي يعني، وده متوقع من النادي الأهلي لأنه حصل قبل كده بعض المواقف المماثلة. إن شاء الله بكرة الأهلي يكسب ويكون النتيجة إن شاء الله 1-0. 3-1 للأهلي كده كده. إن شاء الله 2-0. قفش عبد قادر. إن شاء الله إحنا هنكسب 2-1. بإذن الله 2-0 للأهلي. إن شاء الله الأهلي يغلب ويغلب 2-1 ويسجل أهداف شريف أو بيرسيتاو. بس هو أكيد طبعا الأهلي أكيد، عشان إحنا بنشجع الأهلي قوي يعني بجد، وأكيد طبعا الأهلي يعني مثلا 3-0 يعني أول أهلي. إن شاء الله بكرة الأهلي 2-1. الفريقين كبار جدا، الوداد بيعيش في أفضل حالاته، مش هو الفريق اللي قبله الأهلي في الدور قبل النهائي نسخة البطولة في عام 2020 وقدر يغلبه هناك 2-0، وهنا في مصر 3-1. مباراة صعبة جدا على الأهلي وعلى الوداد برضه، مش صعبة بس على الأهلي. طبعا الوداد يمتلك أفضلية الأرض والملعب، الأرض والجمهور بشكل كبير، بس الأهلي طبعا عنده خبرات كبيرة جدا من آخر 6 نهائيات وصل لـ5، فيمتلك من الخبرات الكبيرة جدا إن هو يقدر يعدي ومر بظروف دي قبل كده. هذا ويفتقد دفاع الأهلي عنصرا مهما وهو محمد عبد المنعم للإصابة، بخلاف المغربي بدر بانون البعيد عن المشاركة منذ شهور لمضاعفات فيروس كورونا، كما يغيب لويس ميكيسوني للإصابة، بخلاف الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق اللذين يعانين من إصابات طويلة. وتاريخيا التقى الأهلي والوداد في المباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كانت عام 2017 وحسمها الوداد على ملعب محمد الخامس وتوج باللقب بعد الفوز إيابا بهدف نظيف عقب التعادل بهدف لمثله ذهابا في القاعدة.